نحن هنا في وقت حرج كما أشار السيد جون كيري، فنحن نبعد 60 يوما عن مؤتمر الأطراف 27، وهو سيحدد خريطة الطريق العشر سنوات القادمة للتحول نحو الاستدامة والمخاطر عالية، وخاصة في أفريقيا حيث تغير المناخ يشكل مخاطر كبيرة ويهدد النمو والتقدم الحادث في العقود الأخيرة. وبالعودة إلى العلم، فأفريقيا في موقع غير عادل أنها تشارك 3% فقط من الانبعاثات، بالرغم من أن لديها 17% من مجمل سكان العالم. هي انبعاثاتها قليلة ولكنها تعاني أسوأ التبعات. وفي هذه الأزمة المتضخمة والتي تسبب فيها آخرين، فهناك فرص كبيرة لأفريقيا.